السيد الرئيس ديال الحوافات على هذا المهرجان اللي دار في البلاد، وتنور هذه الجماعات دار العشلوجي والزوار ديالها ديال الجماعات. وبغينا نديرو له جميع الشكر، وتنبغيو الحمد لله هذا التنوير ديالنا تيشجع البلاد وتيعطي مثال للبلاد، باش حتى الناس الحمد لله تيسمعوا هاد المهرجانات. وكل مهرجان اللي تيكون في اي منطقه في المناطق من البلاد، حنا هاد المهرجان اللي قدم هاد الاستاذ هاد رئيس جماعه الدار العشلوجي في الاقليم ديال سيدي قاسم، وتنشكروه بزاف جزيل الشكر. والله يعاون سيدنا، والله يزيد في الايام ديالو، والله يحفظه، والله يحفظ لنا مولاي الحسن، والله يحفظ الاسره العلويه كلها الشريفه صغيرا وكبيرا، والحمد لله.